مواصلة لجهود مصالح أمن ولاية المدية في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة ما تعلق بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى عناصر قوات الشرطة بالفرقة الإقليمية المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين بوسيف، مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية بإقليم الاختصاص على متن حافلة لنقل المسافرين. على الفور تم نصب حاجز أمني وتوقيف الحافلة وإيقاف المشتبه فيه بحوزته كمية من المؤثرات العقلية. استمرارا للتحقيق وباستعمال الوسائل التقنية الحديثة، تم تحديد هوية باقي عناصر الشبكة، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تمديد الاختصاص إلى دائرة شلالة العذورة، أين تم مداهمة وتفتيش مساكن المشتبه فيهم الستة، حيث أسفرت مجمل العملية على توقيف وضبط وحجز ما يلي: توقيف 7 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و41 سنة، 1700 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية، 226 جرام من الكيف المعالج، 31,550,000 سنتيم المبلغ المالي المحجوز من عائدات المتاجرة في السموم، 10 أسلحة بيضاء، و8 هواتف نقالة، ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع والمتاجرة بها بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.